السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلاب الصف الثالث متوسط. راح نحل أسئلة الاجتماعيات صفحة 43. السؤال الأول، عرف ما يأتي: شط العرب، كيبان، فرات صو، بوتون صو، المياه السطحية، المياه الجوفية، وهور حمار، والأهوار الوسطى. طبعا هذه التعاريف جميعها أنا ذاكرتها بالملخص أثناء المحاضرات، يعني مطيتكم إياها بالملخص. فهنا راح نحل السؤال الأول اللي هو سؤال التعاريف. قبل ما نحل التعاريف، هذا رابط قناة التليجرام، انضموا لهذه القناة، أنشر بها أسئلة وملخصات ووزاريات. زين، التعريف الأول هو شط العرب، وهو النهر الممتد بين القرنة والخليج العربي، الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، ويبلغ طوله 190 كيلومتر، وعرضه 2 كيلومتر عند المصب، وواحد كيلومتر عند البصرة أو أقل. هذا تعريف شط العرب. زين، كيبان، وهي المدينة التركية التي يلتقي فيها منبعا نهر الفرات اللي هو فرات صو ومراد صو، ويكونان نهر الفرات. زين، فرات صو وهو أحد منابع نهر الفرات من المرتفعات الشرقية في تركيا، ويكون مع مراد صو نهر الفرات عند التقائهما في مدينة كيبان. بوتون صو وهو المنبع الشرقي لنهر دجلة في تركيا، والذي يتكون من منابع تنحدر من المرتفعات المحيطة ببحيرة وان. زين، المياه السطحية، ويقصد بها المياه الجارية على سطح الأرض، وتشمل الأنهار دائمة الجريان، وتتمثل بمياه نهري دجلة والفرات وشط العرب وفروعهما وروافدهما والأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية. زين، المياه الجوفية، وهي المياه التي توجد في باطن الأرض وتظهر على السطح، أما بصورة طبيعية كالينابيع أو بتدخل الإنسان في استخراجها كالآبار. زين، هور حمار، وهو من الأهوار الكبيرة التي تمتد أراضيه بين محافظتي البصرة وذيقار. زين، الأهوار الوسطى، وهي من الأهوار الكبيرة وتسمى بأهوار القرنة، تقدر مساحتها 3235 كيلومتر مربع، وتتغذى بمياه نهر دجلة عن طريق جدولي الابتيارة والمجر الكبير. هذا سؤال التعاريف. زين، هسه نجي إلى السؤال الثاني. أملأ الفراغات الآتية. أولاً، تضم الموارد المائية مصادر عدة، منها فراغ وفراغ، نقول المياه السطحية والمياه الجوفية. ثانياً، تتكون منابع نهر دجلة من منبع غربي يسمى بطمان صو، ومنبع شرقي يسمى بوتان صو. ثالثاً، يتفرع نهر دجلة ومنظفته اليمنى عند مدينة الكوت إلى جدولي الغراف والدجيلة. أربعة، الرافد الوحيد من الروافد نهر دجلة الذي تقع منابعه داخل العراق هو رافد العظيم. خمسة، تتأثر المياه الجوفية من حيث كمياتها ونوعيتها وتوزيعها بعوامل المناخ والتضاريس. ستة، يتفرع شط الهندية إلى فرعين، هما شط الكوفة وشط الشامية. هذه كذلك الفراغات مأكدة عليها أثناء المحاضرات. زين، من مشاريع السيطرة والخزين المقامة على نهر دجلة هو سد وخزان الثرثار، وسدة الكوت، وسدة سامراء. يعني تذكرون ثلاثة من مشاريع السيطرة والخزين المقامة على نهر دجلة. زين، السؤال الثالث، انسب المشاريع التالية إلى أنهارها. طبعا هذه المشاريع السيطرة والخزين راح نذكر هذه المشاريع على يا نهر أو رافد. طبعا وهذا السؤال من الأسئلة المهمة. نقول بحيرة الحبانية هي من المشاريع السيطرة والخزن على نهر الفرات، وبحيرة حديثة كذلك على نهر الفرات. سدة الكوت تكون على نهر دجلة، وبحيرة الموصل تكون على نهر دجلة، وسد دوكان يكون على الرافد الزاب الصغير اللي هو من روافد نهر دجلة. زين، وسد دربندخان يكون على الرافد ديالة كذلك من روافد نهر دجلة. زين، وبحيرة العظيم تكون على رافد العظيم كذلك نهر دجلة، وسد ديالة يكون على رافد ديالة وكذلك رافد ديالة من روافد نهر دجلة، وسد سامراء يكون على نهر دجلة، وسدة الكوت يكون على نهر دجلة، وسدة الرمادي على نهر الفرات. طبعا هذه السدة، سدة سامراء.
زين، هذا بالنسبة لي السؤال الثالث. السؤال الرابع، هنا عندنا تعاليم للمياه الجوفية أهمية كبيرة في المناطق ذات المناخ الصحراوي. الجواب طبعا هنا راح نحل سؤال التعاليم. الجواب لأنها تعوض النقص الحاصل في مياه الأمطار والمياه السطحية. ثانيا، يتميز نهر دجلة بكثرة تعرجاته وخاصة في جزئه الواقع بين شمال بغداد والكوت. الجواب بسبب قلة انحدار الأراضي وبطء جريان مياه النهر. ثلاثة، أهمية مياه البحيرات في العراق. الجواب لأن تعتبر مخزونا مائيا يستفاد منه في موسم الجفاف. أربعة، يعد الزاب الكبير أهم روافد نهر دجلة. الجواب لأنه يسهم بنحو 33% من مياه نهر دجلة. زين، نقطة خمسة، تتباين كمية الأمطار في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى والجنوبية من العراق. الجواب بسبب اختلاف المناخ والتضاريس في العراق. تزيد كمية الأمطار في المناطق الشمالية عن 1000 ملم سنويا، أما في الوسط والجنوب تقل كمياتها عن 250 ملم سنويا. هذا بالنسبة لي السؤال التعاليل. نجي إلى السؤال الخامس اللي هو ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ إن وجد. النقطة الأولى، سد وبحيرة دوكان تقع على رافد الزاب الكبير. الجواب خطأ، تقع على رافد الزاب الصغير. ثانيا، يلتقي نهر دجلة مع نهر الفرات ليكونا شط العرب عند مدينة الناصرية. الجواب خطأ، عند مدينة القرنة في شمال البصرة. ثالثا، الأهوار الكبيرة في العراق موزعة على محافظتي واسط والمثنى. الجواب خطأ، على 3 محافظات اللي هي البصرة وميسان وذيقار. زين، أربعة، تقع سدة سامراء على نهر الفرات. الجواب خطأ، على نهر دجلة. خمسة، تقع سدة ديالة على الزاب الصغير. الجواب خطأ، تقع على نهر ديالة. سؤال ستة، عدد مشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر دجلة. مشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر دجلة، نقول سد وخزان الثرثار، وسد وبحيرة الموصل، وسد وبحيرة دوكان، وسد وبحيرة دربندخان، وسد وبحيرة حمرين، وسد وبحيرة العظيم، وسدة سامراء، وسدة الكوت، وسدة الدبس، وسدة العمارة، وسدة ديالة. هذه المشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر دجلة. زين، سؤال سبعة، عدد مشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر الفرات. نقول أولا سد وبحيرة حديثة، وثانيا سد وبحيرة الحبانية، وثالثا سدة الرمادي، وأربعة سدة الهندية، وخمسة سدة الكوفة. هذه طبعا المشاريع مهمة المقامة على نهر دجلة وعلى نهر الفرات، طبعا تجي تعداد. زين، السؤال الثامن يقول أمامك خريطة وطننا العراق، حدد عليها ما يأتي. أولا، مشاريع السيطرة والخزن، مشاريع الخزن المقامة على نهر دجلة، ومشاريع الخزن المقامة على نهر الفرات. طبعا هذه هي الخريطة. هنا عندنا هذا نهر دجلة وهذا نهر الفرات. هذه روافد نهر دجلة، هذه روافد نهر دجلة. عندنا هذا الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم، وهنا عندنا ديالة. فهنا طبعا المشاريع السيطرة والخزن المقاومة على نهر دجلة، هذه هي المشاريع. فهنا عرفنا كل يعني مشروع من سد أو سدة على يا نهر يقام أو على يا رافد من روافد نهر دجلة. فهنا نحدد هذه المشاريع، هذه المشاريع السيطرة والخزن نحددها على هذه الخارطة اللي تكون على نهر دجلة. أما نهر الفرات هنا كذلك المشاريع السيطرة والخزن على نهر الفرات اللي هي سد وبحيرة حديثة، وسد وبحيرة الحبانية، وسدة الرمادي، وسدة الهندية، وسدة الكوفة. فهنا عندنا المشاريع المقامة على نهر الفرات نحددها على نهر الفرات. صار واضح؟ وهنا كذلك سؤال تسعة يقول ارسم خريطة وطننا العراق وحدد عليها نهر دجلة وروافده ونهر الفرات. يعني هذه هنا نحدد هذا نهر دجلة ونهر الفرات والروافد، هذه روافد نهر دجلة وروافد نهر الفرات، هذه تحفظونها. زين،
أمامك خريطة لوطننا العراق، وضح عليها مشاريع السطر والخزن، يعني مثل السؤال الثامن، نحدد مشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر دجلة والمقامة على نهر الفرات. عندكم الخريطة بصفحة 39، هذه خريطة 13 موضحة مشاريع السيطرة والخزن في العراق. هذه هنا موضحة المشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر دجلة والمقامة على نهر الفرات. صار واضح هنا محدد على الخارطة. طبعا هذه هسه طبعا مو واضحة، فتشوفونها بالكتب مالتكم، المشاريع المقامة على نهر دجلة والمقامة على نهر الفرات. صار واضح؟ وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.